عندنا مجموعة من الأخبار، بس مهم أقول لحضراتكم الجزء الثاني من الحلقة هيكون في إيه النهاردة. إيه؟ أنا بتصور إن موضوع بيهم كل المصريين، بيهمنا كلنا. ليه؟ لأنه هنتكلم تسجيل الشهر العقاري، وعايز أقول لحضراتكم يمكن اللي مر قبل كده بتجربة تسجيل عقار أو وحدة سكنية يعرف قد إيه القانون الجديد اللي هيبدأ أو اللي بدأ تطبيقه من يوم السبت اللي فات حل أزمات كتيرة وحل مشاكل كتيرة جدا. ما بقاش في حاجة اسمها تسلسل ملكي، ما بقاش في حاجة تستدعي إنك تلف على كذا جهة علشان تاخد خدمة أو عشان تاخد توقيع على العقد وتدفع رسوم لكل جهة بتروحها. كل ده ما بقاش موجود. ما بقاش في حاجة اسمها إنك تفضل سنتين أو أكتر في إجراءات معقدة تزهقك عشان تسجل العقد أو تسجل المكان اللي أنت عايز تسجله. القانون الجديد سهل حاجات كتيرة جدا، يسر كل الإجراءات دي، وكمان عمل تخفيض للرسوم، يعني لسه ما سجلش هيدفع أقل من اللي سجل قبل كده. بينهي كل الإجراءات في حوالي، أنت بتتكلم أقل من شهر ونص، يعني تقريبا في خلال شهر. بس مهم جدا ان انت تعرف ايه هي الاجراءات. عشان تعرف ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، الجزء الثاني من الحلقة. نتكلم عن المزايا، الخطوات اللي انت محتاجها عشان تسجل شقتك او اي عقار او قطعة ارض. كمان مهم جدا ان احنا نعرف الناس اللي عايزة تسجل شاليهاتها او بيوتها او شققها اللي موجوده في الساحل او في السخنه او في اي مكان على مصر موجود. مهم يعرف التفاصيل. النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه هيكون معانا دكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحه الشهر العقاري، هيكون معانا في الجزء الثاني ان شاء الله. مستنيين مشاركتكم. اي استفسارات على صفحه البرنامج هتكون موجوده قصاد حضراتكم، أو على الاس ام اس ابعتولنا على 5774. في انتظار كل استفساراتكم هيكون معانا دكتور جمال ياقوت إن شاء الله. النهارده سيادة الرئيس كان بيتابع